عايز اسالك على تفصيله كده، لان اكيد جانب كبير وناس كتير من اللي بيتابعونا رياضيين، سواء بيلعبوا بقى بشكل يعني رياضات ما بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه، فرق وتمارين الى اخره، او الناس اللي هي مواظبه على مروحه الجيم. ايوه. الى اي درجه المنتج ده برضو ممكن يكون مفيد للشخص الرياضي بشكل عام؟ كل معظم الرياضيين ما بيلعبوش جيم غير بالمكملات الغذائيه. بروتين رقم واحد، بروتينات لحوم وكده. البيض حلو قوي، تلاقي مثلا قبل ما بيروح الجيم او قبل ما بتروح الجيم، انا اختي بشوفها قبل ما بتروح الجيم الاقي عامله 6 بيضات، اقول لها ايه اللي طالعه على الجيم؟ ايوه هي مقيمه هناك. لان البروتين مهم جدا جدا. مهم اي رياضي او رياضيه هتستخدمي او هتستخدم الب مالتي فيت. من اهم الفيتامينات لاي رياضي اول حاجه الزنك. الزنك مهم جدا لان هو اللي بيريح لي الياف العضله. فما بتحسش بالتعب العضلي بعد ما بتتمرن كتير، يعني بيساعد على الاستشفاء. طبعا. طب الاستشفاء من التعب العضلي مهم. في الب مالتي فيت عائلة فيتامين بي كومبلكس لأي حد بيروح الجيم أو أي رياضي أو أي رياضية، لأن فيتامين بي كومبلكس هو سحر الأعصاب. مهم ان انا ادعم اعصابي. بتلاقي مثلا احنا خلاص اخذنا البروتين عشان العضلات، بس بتلاقي مثلا ولاد كتير بيحبوا يشيلوا اوزان. لو ما خدش الب مالتي فيت اللي فيه كل عائله بي كومبلكس، من زي ما انا قلت الكوبالامين والرايبوفلافين والفوليك اسيد، هتلاقي هو بيشيل الاوزان ايده بترتعش، اعصابه مش مستحمله. فعشان نعرف نقوي عضلاتنا ونعمل بنيان حلو هناخد الب مالتي فيت عشان ما احسش بالشد العضلي وما احسش بتعب اعصابي وانا بشيل. مهم قوي فيتامين سي لكل رياضي، لانه فيتامين سي بيحول لي الاكل الطاقه، هو وفيتامين اي ومضادين للاكسده. مهم الكالسيوم جدا للستات والرجال عشان احافظ على بنيان عظمي. طبعاً. فطبعا الرياضيين حلو قوي لو يتاخد بعد الفطار عشان الطاقه. يمكن كل الرياضيين عايزين طاقه ان هم يقدروا بيقعدوا بالساعتين والثلاثه في الجيم، فعايزين طاقه. الب مالتي فيت من افضل المكملات الغذائيه ليهم.